في لقاء خاص لمركز الأخبار، أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب استعداد الوزارة لإطلاق النسخة 13 من مدينة شباب 2030، والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع صندوق العمل تمكين. نعم، تقدم المبادرة الشبابية الرائدة نخبة مميزة من البرامج الرامية إلى تدريب الشباب البحريني وتهيئتهم لسوق العمل بطرق علمية صحيحة ووفق برامج صممت بناء على احتياجات الشباب ومتطلبات سوق العمل. بالنسبة لمدينة شباب 2030، احنا ننظر نظرة خاصة للمدينة بما أنها بالنسبة لنا وبالنسبة للبحرين مبادرة وطنية موجهة للشباب بهدف تمكين شبابنا وتأهيلهم وتزويدهم بالخبرات اللازمة من خلال مجموعة من البرامج اللي نصممها بمنهجية واضحة. طبعا هذه المنهجية هي منهجية تمكين الشباب، والمنهجية تتوافق مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، اللي دائما يولي الشباب اهتمام خاص ورعاية خاصة، ويعني يخصهم في كل محفل إن أهما عماد هذه الأمة ونهضتها. أيضا في متابعة حثيثة ورعاية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، اللي جعل للشباب ومنحهم أولوية وطنية لتمكينهم في كل المراكز وتزويدهم بالأدوات اللازمة لمستقبلهم. طبعا سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب دائما يوجهنا لطرح البرامج والمبادرات اللي تختص بالقطاع الشبابي وتهتم بتزويدهم وتسليحهم بالمهارات اللازمة لتمكينهم مستقبلا. طبعا في وزارة شؤون الشباب بالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي تمكين دائما ما نتأكد من طرح برامج جديدة في كل نسخة من المدينة. ففي هذه النسخة بالتحديد قمنا بزيادة مدة المدينة لتصل إلى 6 أسابيع، وفي خلال هذه 6 أسابيع راح نطرح 148 برنامج تدريبي. وأيضا في هذه النسخة زدنا نسبة البرامج التدريبية الجديدة لتصل إلى 45% زيادة عن النسخة السابقة، ويعني بعد إرضاء لشبابنا. ففي هذه النسخة بالذات راح يكون عندنا فرص تدريبية أكثر، وراح يكونون أكثر من 4000 فرصة تدريبية للشباب إن شاء الله.